نفسك مصر تبقى عاملة ازاي سنة 2020؟ يا رب. 2020 متخيل ان مصر هتكون بحلم سنة 2020 ان انا اشوف مصر 2020 عايزني اشرح ولا نفسك ايه؟ حلمك ايه ان يعني مصر عامله ازاي؟ نفسك مصر يبقى فيها ايه سنه 2020؟ 2020 زي بعض. من بكره هتكوني فين؟ 2020 نفسي بجد مصر تبقى بجد يا ميسا. انا 20 22 هيبقى عندي الاول كام سنه عشان اقول لك. استنى اهم حاجه عندي من العمر. 22 احنا النهارده 2011 يعني بعد 9 سنين. لا صغيره قوي. لا ممكن اقول نفسك مصر تكون عامله ازاي في سنه ديمقراطية. نفسي مصر تبقى احسن من اي بلد، يبقى فيها كل حاجة ماشية بنظام، ما يبقاش الموضوع عشوائي زي ما احنا ماشيين كده. تبقى جميلة وتجذب السياح، تبقى نظيفة وإن شاء الله الشعب كلها ناس نظيفة. انا استغربت يعني، انا قلت عمار كويسه احزاب حلوه جدا. مصر تبقى عامله ازاي سنه 2020؟ هتنزلنا على الفيسبوك؟ طيب يا عم. طيب لا هتنزلها 2020 عايزه تبقى احلى بلد في الدنيا. 2020 انا نفسي مصر تبقى زي سنه 1814. لو شفت مصر سنه 1814 تتمنى ان دي تكون مصر سنه 2020 ان شاء الله. نفسي مشروع البازي يتحقق في الفتره ديت. الحاجه والحاجه الثانيه نفسي يبقى في معاكسات ولا تتحرش. بص، اول حاجه هم حاجتين صغيرين جدا. اول حاجه تبقى مصر طبعا اسم عالي في الدنيا وتبقى بلد نظيفه، واحنا كمان ننضف ان شاء الله. يعني لا مش يعني حلم باذن الله يبقى حقيقه. نفسي مصر تبقى عاصمه او بؤره للثقافه والعلم والديمقراطيه، تبقى كل واحد يقول اللي هو عايزه. اقول ان شاء الله كل شارع وكل بيت هنمشي فيه هنشم حريه. دلوقتي لسه برضه يعني في اماكن تعدي من جنبها مفيش حريه. نفسي مصر مابقاش فيها زحمه، انزل البيت تبقى الدنيا فاضيه. بحلم سنه 2020 ان انا اشوف مصر من اقوى دول العالم على المستوى الداخلي والخارجي. البلد تبقى نظيفه وتنضفوا بقى كلكم عشان نفسي ان مصر تبقى دوله عظمى وكلنا نبقى المواصلات بالنسبه لنا سهله. 2020 نفسي اتجوز سنة 2020. في 2020 نفسي انزل البيت بتاعي في الدويا تكون فيلا كبيرة. ده معناه ان الدويا هتبقى مناطق كلها فيلا. الحقيقة نفسي اشوف المرحلة الأخيرة من كوبري 6 أكتوبر، بس مش مفتاح حسني مبارك، مفتاح بقى رئيس جديد تكون محطة الثورة. نفسي كتير فعلا يعني كل علم يبقى فيه تفاصيل. نفسي الشباب كلها تشتغل، الشباب كلها تتجوز، الشباب كلها يبقى عندها شقق، الشباب كلها تبقى يعني مكتفيه ذاتيا. هي رقم واحد. نفسك مصر تبقى عامله ازاي سنه 2020؟ القدرة دي حاجة حلوة قوي. نعم بقى تبقى متفوق في جميع المجالات. يعني 2020
بس الناس يبقى عندها ضمير، عندها دين اكتر من كده. عصب بركة هرجع تاني، يعني ده تخيلي بس هرجع في شكل اخر. سوزان هتبقى ممكن تبقى باسم تاني. جمال هيطلع بس اسم بتنجان، بتنجان مش هتشوف باله.